يعني حقيقة من بعد عمليات طوفان الأقصى، يعني الجانب الأمريكي التزم عملية الاحتواء لهذه الضربات، لأنها هذه الضربات تعتبر ضمن قواعد الاشتباك الطبيعي للجانب الأمريكي. وعلينا ألا ننسى أن الأجواء العراقية ملغمة بطائرات الاستطلاع والاستمكان والرصد، هذه طائرات حديثة تستطيع أن يعني تصل مدى الاستكشاف مها استكشاف استكشافها للعناصر إلى مديات بعيدة وحتى داخل الدور وداخل البنايات. فبالتالي أكيد لديهم رؤية، لديهم فكرة، لأن المثال على ذلك ما حصل في الدبس عندما استهدفوا منصة للصواريخ أعدت للإطلاق وتم استهدافها فورا. فبالتالي يعني هم لديهم رؤية، لكن تصريحات الجانب الأمريكي ما بعد عملية استخدام الصواريخ البالستية وبعض الاستهدافات، قالوا أننا اليوم نذهب باتجاه الابتعاد عن سياسة الاحتواء، ونذهب باتجاه سياسة الردع وسياسة حماية النفس. وهذه الإشارة هي إشارة خطيرة، أي بما معنى أنهم قد يستهدفوا مقرات أخرى، قد يستهدفوا أشخاص إذا ما وجدوا أن هذه المجموعة أو هؤلاء الأشخاص هم سبب في تعرض قواعدهم أو تعرض البعثات الدبلوماسية إلى خطر. فبالتالي أكيد يعني هم يتغافلون في بعض الأحيان على اعتبار أن اليوم هنالك اتفاقيات استراتيجية مع الحكومة العراقية، هم لا يريدوا أن ينتهكوا سيادة العراق بالاستخدام الفردي من قبلهم. بالتالي هم أكثر من مرة وضعوا هذه الكرة في ملعب السيد السوداني عندما يعني تكلموا معه بصراحة أنه عليك أن تتعامل مع هذه الفصائل، وعليك أن ضبط إيقاع هذه المجموعات لأنها تؤثر سلبيا على وجودنا الداخلي. وبالتالي كانت بيانات السيد السوداني واضحة وصريحة أكثر من بيان وصفهم بأنهم خارجين على القانون، بأنهم إرهابيون. فأكيد يعني هم لا يريدون أن يذهبوا بعيدا. بالتالي الاستهداف الفردي، الاستهداف بدون يعني وجود الحكومة، هذا يعتبر انتهاك لسيادة الحكومة وانتهاك للسيادة العراقية. وهم في هذا الوقت أتوقع أنهم لا يريدوا أن يذهبوا بهذا المجال، على اعتبارهم يريدوا يعني حاليا أن تكون هنالك يعني هدوء على الساحة العراقية، يريدوا أن يكون هنالك استقرار يعني أمني في الساحة العراقية، لأنهم لديهم يعني حقيقة ارتباطات والتزامات قتالية خارج الحدود في سوريا، وكذلك ارتباطاتهم فيما يحصل في غزة. يعني كل هذه العمليات ممكن أن تجعل الجانب الأمريكي اليوم يقف موقف الحياد. طيب